نجوى عوان، عندي 23 عام، بطلت المغرب في التنس على الكراسي المتحركة دوبي 2016، او ميم طون كنقرا ماستر ايتف انجينيوري تكنولوجي دو ليدوكاسيون على فورماسيون، ودابا كنوجد بوغ مو كاليفي او جو بارالمبيك. الصراحه ما كانش عندي فريمون شوا كبير. انا قبل من لاكسيدون ديالي كنت كندير لاتليتيزم، دونك من الصغر وانا كيعجبني سبور. مورا ما تقطعت لي رجلي كنت مشيت واحد لاسوسياسيون ديال ايدماج في كازا، وتماك فاش وراوني كاع لي سبور كان اقترحوا عليا بين التنس ناتاسيون توباند، و اختاري التنس. بيان سور هو كيبدا بحال ان ستيل دو في جديد، يعني خصك تعلم تعيش حياه جديده، ديما تفكر مثلا في الاول شي حاجه اللي عادي كتفيق كتمشى بجوج رجلين، كانت شحال من خطره كنفيق كنحاول نتمشى بجوج رجلين كنطيح، يعني كنت كنحاول نتادابطا للحياه الجديده. مراها في سبور هو صعيب تيني سور فوتيغولا، حيتاش خصك تهز راكيطة في يديك تدفع كروسة، ما غاديش تفكر مع دماغك غتجري لابال، ولكن غتفكر خصك تخدم تقول لي يديك يديك لي دفعوا الكروسة وشوفوا واش غتوصل لابال ولا لا. دونك كيبقى انترينمون صافي كيما كلشي. بدات في 2016، كنت ربحت مع المنتخب لاول خطره بطوله افريقيا المؤهله لكاس العالم، مشينا شاركنا في كاس العالم. مراها كنت وصلت ل 36 في العالم، ربحت بطوله في كينيا، في كرواتيا، في كولومبيا، في اكوادور، بزاف زعما نقدروا نقولوا شي 10 لي تورنوا انترناسيونال اللي كنت ربحتهم. ودابا مع كورونا داكشي ما كنلعبوش، حدي في 2020 قبل من كورونا بشويه، قبل ما يجي الحاج في شهر جوج كنت ربحت نيت شامبيونا دافريك اللي اهلنا لكاس العالم، ولكن مالوغوزمون تعاودات وما قدرناش نسافروا حيت مسدودي الحدود، والبطوله اللي قبل منها في افريقيا د كينيا اسمح لي. هما ماشي غير اعلاميين، هما مظلومين في كل شيء، يعني غتشوف مثلا غير الحقوق البساط ديال تخرج الزنقه ما تلقاش الولوجيات، يعني خاص ضروري صعيب تخرج واحد عندك كروسه وتخرج بوحدك. غير الباركينغ مثلا ديال لي بيرسون ا موبيليتي ريدوي ديما كتلقاه عامر، يعني الحقوق البساط مظلومين فيهم. عاد باش الا بدينا سبور، عاد باش بحال مثلا انا في الاول ما لقيتش لي كلوب، تا كلوب ما كان كيقبل نمشي نتريني عندهم، يعني ما غنقولش غير اعلاميا ولكن مظلومين في كل شيء. علاش ماشي انا خصني نجاوب هذا الجواب؟ علاش انا كنعاني من هادشي؟ انا خصني شي واحد يجاوبني علاش كنعيشوا هادشي دابا لحد الان. كنظن ديرنييرمون نيت في المول، بغيت نوقف في باركينغ ديال لي بيرسون ا موبيليتي ريدويت، انا ما خلاونيش ندخل، كان خصني نعطي دي زيكسبليكاسيون الوغ كو في البلايص الاخرين اللي حدانا واقفين الناس اللي ما عندهمش كراس لا والو، وانا بزز باش خلوني ندخل، حتى بقيت كنشرح راني عندي كروسه راه هادي، والطوموبيلات الاخرين ما كانوش عندهم كرارس. فو جامي بيردري سبوار، خص الواحد يضارب باش يحقق احلامه، يعني ماشي حيتاش زعما عندك ان هانديكاب ولا عندك شي نقص، ماشي نقص ولكن شي حاجه اقل من انسان كما كنقولوا عادي، يعني ما تقدر دير والو، يعني حتى واحد ما خص كل شيء يقدر يدير اي حاجه بغا، وخص غير العزيمه وكل شيء يقدر يوصل لذاك الشيء اللي بغا. ديما زعما من ديما ما كاينش حتى نمر عمره ما يحبس، يعني والو ما كنسوقش وصافي، ما عندي ما ندير حيتاش شنو غنبقى نجاوب كلشي. بزاف كيصيفطوا، ما يمكنش كل واحد نمشي نقول لي لا راه هادي، ولا نحاول نشرح الانسان كيخطا ما عندنا ما نديرو.
صراحة لحد الآن ما عرفش، ولكن نورمال ما عندي لي تورنوا، ما كنتسنى الحدود يتحلوا باش نقدر نسافر اي باش نوجد لي جو باراليمبيك. وخافات شويه الحال، باقي لحد الآن الكاليفيكاسيون كتسالي في شهر 6 ودابا شهر 5 وباقي ما عارفينش حدودي متى غيتحلوا ولا لا. ولكن اسبيرون يكون شي شانس، واخا زعما الا كانت اون شانس واخا قليله غادي نحاول ناخذها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.